السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، الموضوع بالطبع سيكون عن استمرار انتفاضة الشعب العراقي لإسقاط النظام، استمرار المظاهرات، وكذلك استمرار القمع الحكومي. تخرج تصريحات حكومية وتخرج كذلك أخبار تفيد بأن هناك لقاءات جمعت بين ممثلي المتظاهرين ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن نفي هذا الخبر ليكذب هذا الخبر، وكذلك لكي يتم الحديث عن لا يوجد ممثلين لهذه المظاهرات ذهبوا إلى مجلس النواب أو اتفقوا مع هذه الحكومة على أي اتفاق. لا زال الطلب قائما، والمطلب الوحيد للشارع العراقي المتظاهر هو إسقاط النظام. هناك محاولات إعلامية، رتوش، محاولة للترقيع، للتزييف الحقائق بحسب ما يرى الجميع من قبل السلطة الحاكمة بأدواتها الإعلامية، بجعل المشهد يبدو وكأن المطالب هي كسابقاتها، خدمات وبطالة وتوفير فرص عمل. وهذا حتى من خدع به للأسف بعض وسائل الإعلام العربية والعالمية كذلك بهذه النقطة. مشاهدينا الكرام، لم يخفى على أحد ولا يخفى على أحد أن مطلب الناس هو إسقاط النظام وإنهاء هذه العملية السياسية التي وصفت محليا وتوصف دوليا بأنها فاسدة. وبالتالي مهما حاول البعض أن يشير إلى أن ما يحدث الآن في العراق هي مطالب خدمية، هذا الموضوع غير صحيح. والشخصيات التي ذهبت لتتحدث مع محمد الحلبوسي ومع بعض النواب هم لا يمثلون هذه المظاهرات بحديث المتظاهرين. سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنتحدث عن أعداد القتلى والجرحى، وكذلك عن المستجدات الموجودة على ساحة المظاهرات. ابقوا معنا. والشعب اختار طريقه ان تكون ثوره على الفاسدين. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا قبل ان نبدا هذه الحلقه، اود ان اتابع مع حضراتكم بعض المقاطع التي وثقت القمع الحكومي الذي يحدث الان في العراق تجاه المتظاهرين السلميين العزل الذين لا يحملون في ايديهم سوى العلم العراقي، ومع ذلك يعانون من قمع حكومي وحشي، قتل وصل بعدد القتلى الشهداء إلى أكثر من 100 شهيد، وكذلك أعداد الجرحى أكثر من 4000 جريح. نتمنى لهم السلامة، وكذلك عدد المعتقلين تجاوز 300 معتقل على يد هذه القوات الحكومية. القمع منتشر في كافة المحافظات العراقية. دعونا نشاهد حديث مسعف عراقي لما شاهده وما واجهه أثناء قيامه بواجبه في إسعاف المصابين في المظاهرات، فلنستمع. Just what you're doing, like what your role is in the protest. Give us an update about what's happening today and just give us an overview of what happened in the last 4 days. In English or in Arabic? Whatever's comfortable for you. Okay, I will speak in Arabic. Okay. Because I'm confused right now. اللي صار قبل 4 أيام، أنا خلدون الصعب مؤسس مجموعة الطوارئ للإغاثة، من قبل سنة ونص كمسعف جوال داخل بغداد جوال على الحوادث اللي تصير، لكن حاليا متطوع. لكن حاليا اللي صار قبل 4 أيام عرفنا إنه تظاهرات راح تصير، أخذناها إنه تظاهرات راح تصير وتنتهي، وإحنا نتواجد بالاحتياط. مع عندي فريق من 5 مسعفين وياي مدربين من منظمات الإغاثة الدولية،
اللي صار كالآتي، إنه أول يوم كان عدد هواية وصارت إصابات، لكن كانت الإصابات صح أكو بيه خطرة، كانت إصابات خطرة وأكثرها كانت إصابات بسيطة، يعني قدرنا نتعامل ويا، قدرنا نسعف، قدرنا إنه نوصل نسعف الحالات، بعض الحالات ما قدرنا نسعفهم باليوم الثاني والثالث اللي هو كان عدد أقل. والمحيط إنه أول يوم كانوا داخل ساحة التحرير والإصابات صار قريب التحرير، أسعفناهم قريب شارع السعدون. من بعد القوة تقدمت، طبعاً القوة مجهولة، أوكي أكو قوات أمنية ما تعاملت بقوة بقدر هاي القوة المجهولة اللي دخلت أذت العالم. هاي القوة المجهولة استخدمت قوة مفرطة، استخدمت الرصاص الحي. أنا تصوبت بشضية صغيرة هنا بسبب إحدى هاي البارحة إنه من بعد الفوضى اللي صارت على يم مول النخيل. أول يوم كان بالسعدون إصابات أسعدناهم وفضلت راحة ورجعوا الناس وشوية هدأ الوضع. ثاني يوم بدأت هنا سيطرت قوة أمنية، قامت تتكافح بالغاز المسيل الدموع. غاز المسيل الدموع كان أكسباير من سنة 2013 و2012، أنا كنت على أهدى القناني، كان جدا حارق مؤذي غير صحي، لحد الآن عندي تعرضات بصدري من وراء. بالثاني يوم أطباء متطوعين طوعوا وياي بسيارة الإسعاف إنه يكونون سيارة إسعاف دورية وإحنا نتواجد قريب عليهم نجيب لهم الحالات. سيارة الإسعاف انضربت، الأطباء تعرضوا يعني للخطر بنفس الوقت. أول البارحة خلاص بعد سحبت الفريق مالتي، بقيت أني موجود بعض المسعفين المتطوعين. اللي صار أول البارحة القوة اللي استخدمت بسحة الطيران قناص نزل بيها، الإصابات كان كل شيء هواية، إصابات تشيست هيد يعني ني كلها خطرة شريانية يعني ما قدر نسيطر عليها. وكو حالات البارحة ضرب قناص ولد براسه ما قدر أصلي، هي فوضى بهذا الشكل، كان جدا خاطئ. احنا يمكن الدولة اليوم بتقول هذول مسلمين، هذول انا تواجهت، انا حيادي ما اقدر اصير ويا جهة معينة، لكن فعليا. مشاهدينا الكرام، ينضم الينا الان الدكتور حيدر السويدي، عضو برلماني سابق. اهلا بكم دكتور حيدر. مرحبا بك اخي الكريم، وحياكم الله وبياكم من بركم الحر. دكتور، يعني نود أن نسمع رأيك فيما يحدث الآن، وكذلك بحديث هذا المسعف عن القوى المجهولة التي تدخل بدون أن تتدخل القوى الحكومية والقمع الحاصل الآن في العراق. يعني الانتفاضة الحاصلة اليوم كان متوقع أن تكون قبل هذه التوقيت الآن كردة فعل للأداء البائس للحكومة والبرلمان الذي لم يحقق هدفا واحدا من أهدافه من السقوط لحد الآن. نعم. وهذه الثورة التي قام بها الشباب ما هي إلا صيحة حق نريد ويريد الشباب أن ينالوا حقوقهم المشروعة التي يجب أن تؤخذ ولا تعطى. لأنني تابعت خطابات رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وخطاب السيد الحلبوطي أمس، ما وجدتها إلا هو بر الرماد في العيون. نعم. وما هي إلا خطابات كاذبة. نعم. وخصوصا تمثيلية أنهم اجتمعوا بممثلين عن المنتفضين وعن الشباب المنتفض. نعم. هذه الانتفاضة العفوية التي لم تتبنى جهة رسمية قيادتها، وإنما الجهة الرسمية الوحيدة هو الشعب الذي نزل إلى الشارع بشراده. ما الذي ترمي إليه السلطة الحاكمة الآن من هذا الترويج، لأنها استضافت ممثلين عن هذه المظاهرات وهم اتفقوا على شروط وسيتم تحقيقها،
يعني محمد الحلبوسي ما الذي قدمه مختلف عن يعني خطاب حيدر، خطاب عادل عبد المهدي او اي خطاب اخر خرج من اي مسؤول الان في محاوله لامتصاص غضب المتظاهرين؟ الخطابان هما تيان واحد لا يختلف الاول عن الثاني، وانما هذه الحركه هي حركه تسويف وكانها سحب البساط من تحت اقدام المنتفضين الشباب. نعم. ولكن وعي الشباب لهذه العملية وردة الفعل التي نفت أن يكون هناك ممثلين لهم التقوا رئيس البرلمان أو أنهم شكلوا وفدا للقاء رئيس مجلس النواب لهذه العملية. نعم. هذه وعود كاذبة لا تنطلي على الشعب. أتوقع أن الشباب إذا ما أصر على النزول إلى الشارع سوف يجري إلى تغيير الحكومة وإسقاطها وإتيان بحكومة وطنية متمثلة بعراقية الأسماء وعدم الانجرار أو ارتباطها بالخارج. لكن دكتور اسمح لي، يعني الآن تعتيم إعلامي حكومي واضح وقطع لخطوط الإنترنت لمنع الناس من نشر ما يحدث وقمع بشتى الوسائل المتاحة، وهناك قناصة مجهولي الهوية وقوات مجهولة الهوية تدخل إلى هذه الساحات إلى المتظاهرين تقمع بشتى الوسائل بطريقة مباشرة إطلاق النار، والحكومة تتحدث عن حماية المتظاهرين وسلمية التظاهر ويجب الحفاظ عليها. طيب الآن المتظاهرون لم يرفعوا سوى العلم العراقي في مقابل آلة حربية قاتلة تستخدم ضدهم، طيب ألا ينص هذا الدستور الذي وضع في عام 2003 ووافقت عليه الطبقة السياسية الحاكمة الآن بأنه ينص على حرية التعبير وأن للمتظاهرين الحق بالتعبير عن آرائهم؟ طيب أين الديمقراطية فيما نراه الآن؟ ما تتحدث به الحكومة الآن عن أوجه الديمقراطية ما هو إلا أكذوبة. وما ينشاء عن حرية التعبير والتظاهر وحفظ دماء المتظاهرين ثبتت أكذوبة هذه المقولة حينما نجد الآن أن المعلن 100 ضحية من الشباب المنتفض وأكثر من 1,400 جريح. هذا المعلن، أما المخفي قد يكون أكثر من هذا العدد بكثير. نعم. ثم هذه القناصة من أين دخلت وكيف تمركزت في هذه الأماكن العالية أو تخفت؟ نعم. أليس من واجب الحكومة البحث أو تأمين هذه المناطق؟ نعم. أنا باعتقادي أن هذه القناصة وما هي إلا أجندة خارجية تريد أن تقمع هذه الانتفاضة الشبابية أو الثورة العراقية حتى لا تحقق أهدافها والإساءة إليها وإلى أهدافها. نعم. دكتور حيدر أنا أشكرك للمشاركة معنا. دكتور حيدر السويدي عضو برلماني سابق شاركنا في هذا البرنامج للإدلاء برأيه حول ما يحدث في العراق. معنا سيد سلمان من لندن، تفضل سلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز أشكركم على البرنامج، برنامج ثقة، أنتوا كل ثقة، برنامجكم ثقة. حياكم بالنسبة الله. الله يخليك. بالنسبة ما عندي أطول كلام عليك، كلام الحلبوسي البارحة من خطب هذا كله كذب تخدير للشعب. بس يريد بس يخليهم يخدرون. أتمنى من عندكم ترجعون للبيوت وكل ما طالبكم تتحدث. ما أكو أي شيء لح يتغير. أما كلام عبد المهدي كلامه كذب مثله، نفس الكلام نضرب على الفاسدين. سلمان أقاطعك بشيء عذرا، يعني محمد الحلبوسي رئيس البرلمان يريد توفير 1,000,000 فرصة عمل ورفع الضرائب عن الفلاحين وإعطاء قروض بلا فوائد وتوفير 100,000 وحدة سكنية وغيرها من الوعود التي أطلقها. متى وكيف وأين ومن الذي سينفذ كل ما قاله الحلبوسي؟ ثق بالله
انت موجود انا موجود وعمرك طويل، اذا بعد سنه تنفذت اي شغله كل شيء ما يتنفذ، لانه نفوذ الايراني مسيطر على الحلبوسي وعلى عبد المهدي. نفس كلام عبد المهدي ذاك البارحه من خطب، انا متابع البرنامج كله. قال نضرب على الفاسدين. ماكو هذا الكلام. نفس كلام العبادي، العبادي نفس كلام المالكي، بضرب بيد من حديد. بعد ست اشهر بعد سنه ما تغير اي شيء. ايران وشغله المرجعيه هذا كله تلفيق تلفيق تلفيق. الله يبارك بيكم، ما عندي اي شيء بعد اقوله. شكرا سلمان. اريد من المتظاهرين يقضون عليهم قضاء تام. نعم، شكرا جزيلا سيد سلمان، كنت معنا من لندن. معنا السيد عباس من بغداد، تفضل عباس. عباس، فقدنا الاتصال مع السيد عباس من بغداد. معنا السيد يوسف من السعودية، تفضل يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد وكل العاملين على هذا البرنامج، رحمكم. حياكم الله يوسف. 16 عاما والعراق يقتل. نعم. 16 عاما والعراق يسرق. 16 عاما والعراق يسلب نفطيا واقتصاديا وعلميا. ما دفعنا كل من حضروا للعراق ما بعد حكم صدام حسين، ما دفعنا للعراق. أخ محمد كنت أتابع إحدى البرامج على قناة الرافدين. نعم. فيما بعد سقوط نظام صدام حسين، وللأسف كل من حضروا في هذا الفيلم الموقر على قناتكم الموقرة، لأنهم قد سرقوا العراق. نعم، سرقوا العراق، فمن الخزي والعار، فمن الخزي والعار يا نور المالكي، فمن الخزي والعار يا إياد علاوي، فمن الخزي والعار يا هشير، يا هشير دباري، فمن الخزي والعار عليكم ان تسرقوا ثروات شعب لا حول له ولا قوه. نعم. اتعلم ما الذي يحتاجه الان العراقيون يا يوسف؟ نعم، لقد سرقوا العراق يوسف. سرقوا العراق علميا، سرقوا العراق نفطيا، سرقوا العراق اقتصاديا، سرقوا العراق حضاريا امام الشعوب العربيه والاسلاميه. ماذا فعلتم للعراق من 2003؟ نعم. أتعلم يا يوسف ما الذي يحتاجه العراقيون في هذه الفترة أيضا؟ يحتاجون إلى مساندة إخوانهم العرب. نعم. في وقفات تضامنية ومظاهرات. إلى لم الشمل والوحدة والوقوف صفا واحدا في وجه كل المخططات. نعم. يوسف أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. أود أن أتابع مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام من محافظة البصرة. والآلة الحكومية القامعة حقيقة هي منتشرة في كافة المحافظات العراقية، وتستهدف كل من يقول كلمة لا لهذه العملية السياسية الفاسدة كما يصفها العراقيون، إن كانوا عزل، إن كانوا حملة لعلم عراقي، إن كانوا حملة لهاتف يصور، هم أهداف بالنسبة لهذه القوات. دعونا نشاهد ما الذي حدث في محافظة البصرة يوم أمس. مناوشات كر وفر في الأزقة يشاهدون بين المتظاهرين وبين قوات الشغب والقوات الأمنية، سموها ما شئتم. تشاهدون الآن مناوشات. بالغاز المسيل والرصاص الحي، بس ما خلي يقمعوا مستمرين. احنا اليوم مباشرة عقبه وصلنا سنين لما نغير الحكومة هاي. من انتم؟ ها؟ من انتم؟ الشعب ما حد يقودني. مشاهدينا معنا سيد أركان من بلجيكا، تفضل أركان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء نعزي أهالي الضحايا الذين سقطوا في العراق في هذه المظاهرات الشريفة. نعم.
وإن شاء الله الشفاء العاجل للجرحى الموجودين إن شاء الله. نعم. أولا أحب أن أوضح يعني لجنابكم والمشاهدين والمستمعين أنا لا يخفى على الجميع هذا الفاسد المجرم عادل عبد المهدي هو صنعة إيرانية 100% وموجود ومتداولة في ذواته السابقة وهو يقف باستعراض قوات غدر مثل ما يسمونها قوات غدر في الثمانية أو في التسعينات مع المجرم الآخر هذه الحامري. نعم. و اتصالاتي مع أحد الناشطين أو الناشطين كثر يوجد هناك قناص حسب ما تداول بعض الناشطين يعني ولا بد أن سمعته في هذا الشيء. نعم. وصل لحد هذا القناص المستهدف حتى القوات الحكومية من الجيش الحكومي. استهدف قوات حكومية من الجيش الحكومي. وهو ما الهدف برأيك يا أركان؟ ما الهدف برأيك من استهداف الجيش الحكومي؟ الهدف هي أن هذا القناص أو هذه القوات هي ليست عراقية أبدا. والقناص متمركز من مصدر موجود 100% محاولة إثارة فتنة وإدخال الحجج للحكومة. لإيهام الناس أن هؤلاء المتظاهرين هم مندسين ومخربين وغير ذلك كما ظهر في التلفاز أحد المقدمين البرامج من قناة النفاق وهي المسمى قناة النفاق كيف يقول أن هؤلاء هم كسروا الزجاجة من كشك الشرطة المرور وكسروا الكونكريتية وهكذا من الأقاويل والكتب. يا أخي هذه سقطت الآن خلال 103 أشخاص ضحايا شهداء أنا أعتبر قتلى يعتبرهم عالم. هذا ما تداولته إذا سمحت يعني الوقت تداولته وسائل إعلام عالمية ومنها شبكة سكاي تداولت هذا الشيء وحوما الاثنين القادم ان شاء الله الساعة 10 صباحا لنا وقت امام المجلس الاتحاد الاوروبي في بروكس الساعة 10 صباحا انا ادعو من بركم هذا الى جميع الاخوة القريبين من هولندا وألمانيا وبلجيكا القدوم الساعة 10 صباحا الى امام الاتحاد الأوروبي. نعم. أركان أنا أشكرك وضحت الفكرة. معذرة منك لدينا متصلين ينتظرون. معنا السيد عبد الله من تركيا. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ أخبارك؟ حياك الله أهلا وسهلا. طبعا نشكر قناة الرافدين ونشكر المشاهدين. أستاذ احنا نحب يعني نحكي عن المظاهرات بغداد وبالمحافظات الجنوبية. نعم. احنا هنا بتركيا ساندناهم ان شاء الله وقفنا معاهم يعني ما قصرنا ان شاء الله. نعم. ان شاء الله منتصرين على الحكومة هاي الفاسدة الحكومة اللي دمرت الشعب يعني الشعب تأذى من 2003 ولحد الان. نعم. يعني قمنا نترحم على النظام السابق خلونا نترحم على النظام السابق يعني. نعم. يعني قبل كان امن كان استقرار يعني يعني ما كانت فيش الأوضاع صح اكو ظلم صح اكو جسمه بس مو نفس هالشيء ظلم أطفال تقتل بالشوارع متظاهرين يطلعون سلميين يتقتلون بالشارع يعني يقول لك القناصين مين القناصين من الحكومة مين جت القناصين الحكومة ما تعرف القناص مين صاعد نعم هذا مو كلام يعني هم يكون منطقيين لازم هم منا يقولون مو احنا أليست بغداد مغلقة بغداد ممنوع الدخول والخروج منها وكذلك هناك نقاط تفتيش وسيطرات أمنية هناك مسعف عرضنا مقطعه قبل قليل تحدث عن قوات مجهولة قوات تدخل إلى المستشفيات ترتدي زيا حكوميا وأحيانا مدنيا تحمل السلاح يعني تدخل إلى هذه المستشفيات تعتقل جرحى
وتقوم باغتيالات، تنفذ اغتيالات وتمشي موازية للقوات الحكومية، والأخيرة أي القوات الحكومية لا تتدخل. يعني ما معناها أن تأتي قوات مجهولة الهوية تدخل لتقوم بتنفيذ إعدامات أو اغتيالات للمتظاهرين وإطلاق نار حي على المتظاهرين بتوجيه السلاح؟ ماذا يعني هذا يا عبد الله؟ هذا العزيز ماكو يعني شيء مجهول، الحكومة عندها علم بهذا الشيء. الحكومة هي دخلت الميليشيات بالعراق، من دخل الميليشيات؟ هل هي الحكومة؟ الحكومة هي ميليشيات يعني. نعم. اللي يقتل الشعب شنو هذا؟ مو ميليشيات هذا؟ فارجع عن القانون. يعني نعم. احنا بزعلنا والله، يعني بزعلنا من هذا الوضع، يعني حكومة بعد ما نريدها يعني. عبد الله وضحت الفكرة، أشكرك للمشاركة معنا. السيدة أم منير من نيوزيلندا، أم منير تفضلي. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أوهام من أوهام أم منير من نيوزيلندا. أهلا وسهلا. طبعا إحنا نتبع الأخبار وإن شاء الله الانتفاضة تستمر. نعم. وإن شاء الله تسقط الحكومة المجوسية، لأنه هذه ما جاية منتخبة من الشعب العراقي. أنا اعتراضي على المرجعية. مرجعية يعني شو المرجعية؟ يعني المرجعية هل هي تفرق العالم؟ هل هي تفرق الأديان؟ المرجعية معناها الرجوع إلى القرآن. طيب القرآن يقول لك اقتل المسلم اقتل أخوك، هذا ما ممكن. هذا ما ممكن. احنا تركنا العراق من سنة 84. نعم. بس احنا لهسه احنا نحب العراق ونحب الشعب العراقي. نعم. واحنا من المساندين الى المتظاهرين اللي هم يطالبون بحقوقهم. نعم. لانه هذه الحكومة اللي اجتي هي مهتمة بس بالعشائر، ومهتمة باولادهم، ومهتمة بالرفاهية مالتهم. سرقوا الشعب، سرقوا الحكومة السابقة، يعني خربوا البلد، رجعوا إلى 100 سنة قبل الاحتلال الأمريكي اللي إجا، الهمجية اللي صارت، قطعوا كل بغداد، قطعوها إلى أقسام. ليش؟ سيدة أم منير، سيدة أم منير، الحكومة تقول أنه مطالب الناس خدمات وبطالة وتتعالج بتوفير فرص عمل وإعطائهم أراضي وكذا. هل تعتقدين أنه أكثر من 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح ثمنهم قطعة أرض أو ثمنهم قرض من البنك؟ لا طبعا، احنا الشعب العراقي يحب الحرية. احنا شعب حر. احنا قبل ما تحتل لامريكا واجوا ذول الهمجيين. نعم. احنا كان شعب منفتح، شعب وصل الى القمة، لكن هسه رجع الى اسفل الارض. يعني ليش؟ هل هذا الحقد المجوسي باقي الى الابد؟ هل هذه الصهاينة اللي اجت احتلت العراق يعني من الشمال الى الجنوب، احتلت كل الشركات الاجنبية والمجوسية والصهيونية؟ ليش انتوا؟ نعم. هل تحبون الشعب العراقي؟ اذا انتوا تحبون الشعب العراقي اطلعوا من هذا البلد، روحوا الى 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 بريطانيا، الى امريكا، الى اي بلد اللي انتوا تردوه، بس طلعوا. نعم. من العراق، خلوا العراق يتحرر من هذه البؤرة ال يعني شنو اقول لك عليها؟ والله ما اعرف شلون اعبر. ام منير انا اشكرك للمشاركه، وضحت الفكره، ونعتذر لانه لدينا اتصالات ومتصلين ينتظرون طبعا كثير من الرسائل، سنتيح لها ان شاء الله الوقت لقراءتها. سيد مصطفى من مصر تفضل. ايوه السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح لي اولا اترحم على ارواح شهدائنا الابرار، الرحمه. نعم. والمجد والخلود لشهداء العراق والأمة العربية، وندعو الله عز وجل بالشفاء لإخواتنا الجرحى والإفراج لإخواتنا الأسرى والتحرير لعراق العروبة والشرف من شماله إلى جنوبه بإذن الله تعالى. أما يا سيدي بالنسبة للعصابة، نظام العصابات الحالي يا سيدي ساقط لا محالة.
الثورة أقسم لك برب السماء والأرض، برب السماء والأرض لم تتراجع إلا بتحرير العراق والأمة العربية بكاملها. يا سيدي تحرير العراق يعني تحرير مصر والجزائر وكل الوطن العربي، يعني هنمتلك كرامتنا، يعني هيكون لنا قيمة في أوطاننا، أصبحنا متراضين في أوطاننا حضرتك بدون جريمة بدون ذنب. عشان عايزين نبنت قرار ويحكمنا ناس محترم عندها شرف وعندها قدر من الإنسانية والرحمة والعدل، مش سايلين يا ما قالوا علينا مجرمين والصوت. أقسم لك برب السماء والأرض، أقسم لك برب السماء والأرض، كنت أتمنى هذا اليوم أن أستشهد في أرض العراق لأرض العزة والشرف حتى يكون لي قيمة، حتى أستحق الحياة أنا وكل عائلتي وكل الشعب المصري في الكرة وفي النجوع. يحييكم ويدعمكم ويساندكم على الانجهار النهارا، ما بنخافوش ما بنتهددوش ما بنركعوش، لأن ما فيش على رأسنا بطحة، ما قتلناش ما خرجناش ما خلناش وطننا، ما بيعناش هويتنا ولا عروبتنا ولا كرامتنا ولا تاريخنا، ولم يمثلنا قرار ما يسمى بالمهزلة بالجامعة العربية، القرار المخزي المهين لكرامتنا ولدمنا ولأعراضنا. ندين هذا القرار ونستنكره. اللي عاوز ينحاز للشعب العراقي البطل، الشعب العراقي اللي ضحى طول عمره عشان الأمة وعشان كرامتنا وعشان عروبتنا وعشان الإنسانية، الإنسانية كلها في العراق. إذا ماتت الإنسانية في العراق يبقى احنا ما لناش قيمة. يحيى العراق، عاش العراق. مصطفى أشكرك، شكرا جزيلا للمشاركة. مشاهدينا نعطي حق كتاب الرسائل الذين أرسلوا على الواتساب وهم كثر حقيقة نقرأ جزءا منها. أحد المشاركين يناشد الشيخ العلامة الدكتور عبد الملك السعدي لإبداء رأيه فيما يحدث الآن في العراق، وأحد المشاركين يقول السلام على العراقي وأهلها، إيران الفارسية على العراقي وأهلها، إيران الفارسية وعملاؤها في العراق هم من قاموا بقتل المتظاهرين السلميين، إيران الفارسية هي الخطر الوحيد على العربية، الله يحمي العراق وأهلها. أخوكم محمد الخلف. سيد مبروك من الإمارات يرسل التحايا ويقول الشرارة تستمر وتنذر بأنه تجب الثورة على الأحزاب للخلاص من، أو يجب عفوا يجب الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال والإيجاد الوطني لحكم العراق. أحد المشاركين يقول السلام عليكم أستاذ محمد، المتظاهرين رفعوا شعار هو الشعب يريد إسقاط النظام. القصد من هذه الكلمات هو إسقاط المرجعيات والأحزاب والحكومة والبرلمان والميليشيات، فلهذا تكاتف هؤلاء المجرمين قادة الميليشيات والأحزاب والحكومة بإطلاق النار على الأبطال الثوار في العراق والمحافظات في بغداد والمحافظات وتشكيل حكومة وطنية شريفة. هذا هو المطلب، لإحالة جميع هؤلاء الفاسدين والمجرمين إلى المحاكم العراقية الشريفة. تحياتي لكم أبو عمار. معنا سارة من بغداد، تفضلي سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك أستاذ، أخبارك؟ أهلا وسهلا، تفضلي. العفو أستاذ، إحنا يعني كلتنا دا نشوف المظاهرات اللي دا تصير ببغداد، يعني والوضع اللي دا يسوء يوم عن يوم. نعم. يعني إحنا كحقوقيين يعني تابعين دولة العراق كلتنا، يعني نعرف إنه التظاهر حق مشروع. نعم. ويعني حتى بزمن النظام البائد وبزمن الثورات اللي على مدى العصور اللي صارت ما صار قمع للمتظاهرين مثل هذا اللي صار هسه. ليش يا سارة؟ يعني بسبب انه السبب الوحيد، لان حتى المظاهرات السابقة اللي صارت كانوا حتى الحكومة اللي مثلا المظاهرات كانت مو على مزاجهم ولا على هواهم، بس كانوا هم من أفراد هذه الدول اللي تحدث بها المظاهرات والثورات. بس هم أصلاً هسه الحكومة مالتنا، يعني أنا متأكدة 100% هم أصلاً ما ينتمون للعراق ولا يعرفون عن أي من الشعب هذا اللي دايت ظاهر تجاههم. هل هاي الحكومة يعني تمثلك يا سارة؟ لا والله، ولا أشرف بيها أصلاً، ولا أشرف إذا أنا ينتمي لهيش حكومة أو تمثلني هيش حكومة. هل ترضين أنه مطالب المتظاهرين تختصر بعمل وتوفير خدمات؟ لا. طيب سارة، القتل الآن في ازدياد، حقوقية حضرتك تقولين، يعني قانونيا هل ستمضي هذه الانتهاكات بدون عقاب لمرتكبيها؟ لا مستحيل، أصلا تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية، يعني هم اللي يتكلمون اللي صدام
تحاكموا بجريمة حلبسة فهم راح يتحاكمون أعظم من المحاكمات مالته. نعم. وإذا يقعدون بمحاكمة عسكرية دولية يلقون مصير أفشع من مصير صدام وأفشع من مصير أكبر قادة في العالم. سارة أشكرك للمشاركة، شكرا جزيلا. نقرأ بعض الرسائل الأخرى التي جاءت. كما قلت لحضراتكم مشاهدينا الكرام، الكثير من هذه الرسائل تأتي ونحاول إعطاء الفرصة لمن أرسلوا رسائل من المشاركين الكرام، لأن حقيقة الوقت دائما يكون ضيق ما بين المتصلين وما بين الرسائل. أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، بعدما قتلوا المتظاهرين ويطلبون الآن أن يستمعوا إلى شكوى المتظاهرين، إحنا شنقول أهالي الشهداء؟ أنه وعدونا وخلاص، من الآخر لازم الكل يتحاكم من 2003 لغاية الآن. شكرا جزيلا. أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أستاذنا الفاضل، يجب على الجميع أن يقف صفا واحدا لكي نزيح هذه الحكومة من جذورها ونضع حكومة خالية من الأحزاب، وشكرا. السيدة أم منير أيضا أرسلت لنا رسائل ولكنها شاركت، ننتقل إلى رسالة أخرى. يقول سعد من السعودية: ظلم وطغيان وتعنت هذه العصابات المجرمة في شعب العراق، عراق النخوة والحمية، كشف الأقنعة عن هذه الطغمة الفاسدة، وأصبحت نواياها بقتل المتظاهرين واضحة للعيان، وها هي إرادات الشعب تدعو بالرحيل والخلاص من المجرمين والنصر صبر ساعة. معنا السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حضرتك وإلى قناتكم الشريفة وكل العراق الشريف غيور. أهلا وسهلا معكم. أستاذ، بالنسبة للنظام السابق ما صارت عندنا مظاهرات، إحنا حتى صدام حسين إنه قمعها، بس الشعبانية، لأن الشعبانية كانت من أم عبد الله. أم عبد الله، أم عبد الله، اليوم خلينا باليوم. لأن أكو ناس تختلف ويا حضرتك بما تفضلتي، فحتى لا ندخل بالجدال خلينا باليوم. اليوم يحدث قمع، هناك ارتفاع كبير ومتزايد حتى هذه اللحظة بأعداد القتلى والجرحى، وحكومة لا تزال تتحدث عن حقوق الناس بالتظاهر وأنها ستحاسب وتشكل لجان تحقيقية. ما قيمة هذه اللجان بعد سقوط أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح؟ ما قيمتها؟ الإجرام اليوم اللي يصير ضد المتظاهرين هو نفس الأسلوب الإجرامي اللي تخضر هاي الحكومة والعمائم والمرجعيات الدينية ضد السنة وإبادة يعني أعداد كبيرة من السنة، ودمرت محافظاتهم، وهذا نفس الأسلوب هسه اللي يتخذ ضد الشيعة العرب. نعم. فهذا الأسلوب القمعي هو نتيجة تربية إيران. نعم. أكثر ولا أقل، هم اللي قلهم لأنهم مستفيدين ومستحوذين على ثروات البلد وتركوا البلد بتأخرا من كل النواحي. فإحنا نريد نطلب من العراقيين، يا عراقيين أنتوا تاخذوا هذه إن شاء الله، إذا كان إن شاء الله النصر قريب، أنه نقضي على هاي الزمرة الحاكمة والمرجعيات الدينية والأساليب قادة الأحزاب السياسية اللي أضر بالشعب العراقي، أنه لن نستخدم نفس الأسلوب في اختيار السلطة اللي حكمتنا إحنا، لأن إحنا السبب وإحنا اللي جبناهم وإحنا اللي خلاهم يثبتون، وهم اللي قشمرونا باسم الحسن والحسين والإمام علي رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أم عبد الله باختصار تفضلي. فأطلب أنه الإنسان خلي العراقي الغيرة العراقية اللي نابعة اللي موجودة بداخله. نعم. أنه يختار إن شاء الله رجال قادة تخدم البلد وتقدم خدمات أسوأ بالبلاد. شكرا أم عبد الله، شكرا جزيلا، وضحت الفكرة. أبو مريم من الجزائر، تفضل أبو مريم. سيد أبو مريم معنا، فقدنا اتصال مع أبو مريم. محسن من بغداد، محسن تفضل. حبيبي أشكرك، أوشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوصل لك رسالة، أنا حاليا دا أتفرج بقناتكم الكريمة، عندي رسالة دا أوصلها أنه كل الدول توحدت حاليا، أنا من بغداد بس طبعا عايش بالنمسا، ألمانيا توحدت، العراقيين كلهم. نعم. باش طالع مظاهرة بالنمسا بفيينا تحديدا بيش الساعة؟ أي وقت حتى اللي ما يعرف يسمع؟
باشر المظاهرات تطلع على الوحدة أو وصلت 200، ما أعرف الوقت بالتحديد، هو هذا الوقت طبعا. نعم. بألمانيا كل المقاطعات عندك باشر قدام بيت الأبيض صاحب 200 توقي أمريكا باشر تطلع، وباقي الكل وياهم العالم خلي يرفون الأخبار توصل من باقي القنوات كلها كاذبة. يعني أتمنى توصل لهم هذا الرسالة. نعم. يركزون كل الدول وياهم. وأنا أشكركم. شكرا شكرا محسن. مشاهدينا نعطي بعض الرسائل نقوم بقراءتها. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم. سؤال بس سؤال للمرجعية. بزمن صدام صارت الانتفاضة، صدر فتوى صدام إنسان كافر ومجرم وحلل ودمه، أما الآن الشباب تموت بالشوارع في العراق، مرجعية صامتة؟ لا بارك الله فيكم، أنتم مرجعية الفساد والطغيان والقتل، يريدون إبادة العراقيين الشرفاء. حسبي الله ونعم الوكيل. الأوامر تأتي من إيران بقتل العراقيين العزل، الشباب الواعد الواعي. الفيديوهات تعصر قلوبنا. زينب من لندن، شكرا زينب. أيضا رسالة يقول: أطالب رئيس الحكومة العادل وهو ليس عادل، أو عادل وهو ليس عادل، بفك قيد الشعب العراقي، إعطاء كل ذي حق حقه، فمن الخزي والعار أن تنعم بنوك سويسرا وأمريكا بأرصدتكم الضخمة التي جنيتم أرباحها من دم المواطن العراقي، والله عيب عليكم. قبل أن تهينوا المواطن العراقي أهنتمونا عربيا بشعب العراق. شكرا. في رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، هل ستكون هنا في بريطانيا تجمعات أمام السفارة العراقية؟ حقيقة لا أعلم، بإمكانك أن تتواصل. أعتقد هناك جروبات ربما على وسائل التواصل الاجتماعي أكيد فيها تحشيد لهذا الموضوع، باعتبار أن لندن شهدت تجمعا للعراقيين ومظاهرة. تحية طيبة لكادر قناة الرافدين من أحد المشاركين. تحية لأبطال انتفاضة تشرين، أسألهم أن يستمروا بتظاهراتهم، فإما الحياة وأما الردى، ولن يضيع حق وراءه مطالب بالروح بالدم نفديك يا أحرار وشرفاء العراق. رسالة أخرى يقول أخ مصطفى، طبعا هو يشيد بالأخ مصطفى من مصر، ويقول: لقد تعاملنا أو تعلمنا الكرامة منكم لأنكم أحرار، وناشد الأحرار المتظاهرين، الآن عدتم هيبة الوطن وارتفع قدركم، ثقوا أن جالياتكم العراقية بالعالم قلوبها معكم، لا حل إلا بسقوط هؤلاء الخنازير. معنا بدر، سيد بدر من بريطانيا، تفضل بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي؟ إن شاء الله مرتاح، إن شاء الله طيب. حياك الله، أهلا وسهلا بدر، تفضل. والله أنا أحب أنوه على نقطة اليوم سمعت من الحكومة يقولون المتظاهرين فيهم متطرفين. نعم. طبعا الأعمار الموجودة مع المتظاهرين كلها عاصرة يعني من سقوط النظام، حد لحد يعني أعمار كلها 20 و19 سنة، وكناس نعم. كبار يعني عاشوا الحالة اللي بالعراق اللي قاعد تصير. نعم. فلا يقول يعني يقولون على المتظاهرين إنهم متطرفين، كلهم شباب ويداعون بوظائف وعندهم مطالب فما عندهم أي حقوق. نعم. يعني ملبينها، فمن حقهم يطلعون إن يتظاهرون يطالبون بحقوقهم. نعم. وحبيت أوجه يعني بس على هاي النقطة، فلا يظلمون أي متظاهر طلع شريف يدافع عن حقه وعن حق العراق. وشكرا. شكرا بدر، كنت معنا من بريطانيا. يقول أحد المشاركين الزهيري: أهلا وسهلا وسلامي وتحياتي إلى أخواننا بالعراق، إحنا أخوانكم من الأحواز العربي، نؤدي تحياتنا إلى أخواننا بالعراق، إن شاء الله النصر قريب، بعون الله النصر قريب. الرسالة أخرى يقول: اللهم احفظ العراق وأهله، أريد أعرف ليش المرجعية ساكتين، ليش ما يعلنون الجهاد، الشهداء اللي راحوا ما يستحقون العراق، ما يستحق العراق، ما يستحق الشهداء اللي راحوا ما يستحقون، لكن الحقيقة كشفت، حسبنا الله ونعم الوكيل. في رسالة أخرى يقول أحد المشاركين أحمد محمود من أمريكا، يقول: السلام عليكم، عندي رجاء من حضراتكم مع كل الدعم اللي يتقدمون للمتظاهرين، رجاء لا تطلبوا من أي رجل دين أن يتدخل أو حتى ينطي رأي، خلوا هذول الشباب الأبطال هم يقررون ويختارون طريقهم بعيدا عن رجال الدين اللي ما جابونا غير البلاء، وشكرا مع التقدير. في رسالة أخرى يقول:
السلام عليكم. هاي ثورة الكرامة، ثورة العز لقلع جذور الفساد وأوكار الإجرام الذي تقودها إيران وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا. إن شاء الله تعالى راح تنتهي الحكومة الإيرانية المجوسية الصهيونية. معنا السيد ماهر من كندا. ماهر تفضل. حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك، تحياتي لبرنامجك الحلو حبيبي، وتحياتي للشعب العراقي كله حبيبي. بس عندي شيء صغير أوضح لا أكثر ولا أقل. تفضل. حبيبي شوف، الشعب ما يريد هاي الحكومة، صح لو غلط؟ نعم. قد تفهم هاي الحكومة أن الشعب هو اللي اختارها فرضا، هو ما يريدها. أي. على حال مصر، على تونس، على ليبيا. طيب. على الجزائر. ليش وقت أبسط الحقوق إحنا ما عند الشعب العراقي؟ نعم. لا بعد أول شيء جوازنا، أنا عشان جواز العراقي ما إلنا لهنا ما يمشي، ما حد يعترف فيه. نعم. ثاني شغلة، الشعب العراقي أبسط شيء ما عنده لا مي، لا كهرباء، لا صحة، نعم، لا مستشفى. ماهر على مود الوقت، أنا حسأل حضرتك سؤال. وطبعا هو السؤال كان يجب أن يوجه إلى رئيس الحكومة ولكنه لم يخرج بجديد، بنسأل الناس وناخذ رأيها. يقول عبد المهدي: أنا شايل استقالتي بجيبي، تعلمتها من أبويا، أنه هذا الشيء أنا تعلمته من أبويا، استقالتي بجيبي. طيب الناس اللي دا تهتف ومئات آلاف مصابين وقتلى بالعشرات، ما خلته يقدم استقالة؟ طيب شنو اللي حيخلي عادل عبد المهدي يقدم استقالة إذن؟ قدنا الاتصال مع سيد ماهر من كندا. أبو علي من واسط آخر المتصلين، ونكمل ما بقي من الوقت بالرسائل. أبو علي تفضل باختصار رجاء. شكرا أخي الكريم، وتحية لثوارنا من شباب العراق الكريم العظيم. تحية إلى الانتفاضة الشعبية اللي انتفضت بدون سياسة وبدون قائد، بدون قائد. تخيل، نعم، انتفاضة يعني تهز عرش سلطة كبيرة من أحزاب ومن كتل لها باع كبير في 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 السرقة وفي الحرمنة. نعم. يفرضون حظر تجوال على مجموعة شباب عزل، يضربونهم بالإطلاقات الحية، شباب عزل. شنو المطلب يا أبو علي؟ شنو المطلب أبو علي؟ المطلوب أولا استقالة حكومة عادل عبد المهدي. نعم. اثنين، تشكيل حكومة مؤقتة لمدة سنتين. ثلاثة، إيقاف عمل وتجنيد البرلمان. أبو علي خلينا هسه الخطوات هاي سابقة لأوانها. مطلب الشعب الآن شنو؟ مطلب الشعب هو استقالة الحكومة أخي الكريم. شو يريد الشعب؟ شكرا جزيلا أبو علي، وضحت الفكرة. أنا أشكرك، الوقت انتهى سريعا، وأتمنى أنه يكونك وقت. رسالة وسلام يقول: نسأل الله العظيم أن يثبت الشعب العراقي لإسقاط هؤلاء المحتلين. في رسالة أخرى، أحد المشاركين أو المشاركات تتصل أو يتصل، لكن الحقيقة الخدمة غير متاحة لهذا الشيء، فقط رسائل مكتوبة. يقول أخي محمد: وعود كاذبة، مرتزقة، مافيا، أولاد إيران. أيضا في رسالة أخرى، طيب، العراق مستباح من قبل السلطة الدينية والسياسات التابعة لأجندات خارجية وإقليمية. طيب مشاهدينا، طبعا أعتذر للبقية، الرسائل كثيرة جدا والوقت انتهى. نتمنى إن شاء الله لقاءكم في حلقات قادمة، وستستمر إن شاء الله تغطياتنا للانتفاضة في العراق، انتفاضة الشعب العراقي، وكذلك لرصد الانتهاكات الحكومية المستمرة تجاه العراقيين. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.